خويا امين دوينا على احسن كارت في فيزا في المغرب. شوف احسن بنك كاينه في المغرب، بغيتي احسن بنك كاينه في المغرب هي سي اف جي بنك. غتقول لي و66 درهم، غنقول لك اخويا احسن بنك هي سي اف جي. السلام عليكم. زعما نجيك من الاخر، نديروا لهم الاشهار، يستحقوا صراحه الاشهار. احسن بنك في المغرب هي السي اف جي بنك، بلا ما نكثروا الهضره. وسيسول اي واحد دير سي اف جي بنك، نقول لك هذوك الناس راه ها شابو ديالهم. بانكا، ملي تقول بانكا بحال عندك كونت بونكير، بحال شي واحد، بحال مثلا شي مواطن مثلا مغربي عنده الجنسيه الفرنسيه ولا نفس لا كاليتي دو سيرفيس، بحال بانكا عالميه هي هاد سي اف جي. قدرتي يا خويا مثلا انت خدام هذا وعندك شويه، المهم يعني السيد اللي تضرب صريفه محترم هذا، بغيت انت عندك البرانسيب ديال ما كيهمونيش الفلوس، ما حد كاينه لا كاليتي سير خاص سيفيش، ما عندكش هاد المهم. ما في حاجه زيرا تنحط انا في المرتبه صراحه الثانيه هي البي ام سي يو. من ورا البي ام سي يو خويا انت بغيتي ماشي تخدم سوغ انترنيت، هادشي اللي تنقول صراحه انطلاقا من تجاربي الشخصيه. نقدر المهم هذا تجارب شخصيه، ماشي كان يعني الحاجه اللي خدمت بها. انت خويا بغيتي غير تشري من الانترنت، ماشي تخدم سوغ انترنيت، بغيتي شي بانكا لي فيز ديالها قلال، فهمتي، شعيبه فين ما مشيتي تلقاها، دير اخويا البنك الشعبي فين ما مشيتي تلقاهم. وتمشي لشي دوار ما فين ما تمشي اخويا، تمشي شي بلايص مقطوعين كتلقى فيهم الكيشي ديال البنك الشعبي. سياش غنقول لك اخويا الناس اللي كيخدموا اي كوم وداكشي اختي خصك سياش صراحه، الناس اللي كيخدموا في الاي كوم يا صوالح خصك سياش بعيوبها التي اغوغو. هذا هو الواقع، باش نكونوا حيادين في الهضره. السياش كيفرض عليك المارشي، يعني خصك تخدم بها. والله كلهم مشاكل، كاملين مشاكل، هو هادشي اللي كاين اخويا. هادو انا صراحه هادو الابراك، دوزت الشركه العامه في واحد ليبوك صراحه ما عمري لقيت معاهم مشاكل في الواقع. انا ما داك صراحه ديك لاجونس كان ديما مزاحمه، داكشي علاش صافي سديت معاهم الكون. شركه العامه صراحه ما عمري وقع لي مع شي مش يعني في السيرفيس، وهذا صراحه مزيانين، مي ما زعما نقول لك زعما ما كانش عندي تجربه طويله معاهم. مي بالنسبه لهاد الابناك هادو اللي تنقول انا عطيتك اخويا، شوف انت اللي بان لك تجربتي الشخصيه، خدها ولا خليها. ايوا اخويا انا فين بغيتي دير، راه المارشي اللي كيفرضها. واش انت تنقول لك هذيك مفروضه عليك. هذيك مفروضه عليك خويا. مي بغيت نطيح واحد الكونت ديال الفيسبوك وما بغاش يطيح، شنو ندير خويا؟ داكشي لا بي ام سي مزيان اخويا صفيان، سهيل مزيانه حتى هي شنو ناقص. ايوا خويا المهم.